طيب الله ثراه. أرجو منكم الوقوف دقيقة صمت. وإن لله وإنا إليه راجعون. استقل الله العظيم. إذا الرئيسة قبل أن أحيل الكلمة إلى الفاضل الأخ التي أوكلت لنا وسنعمل. أبادر بتقديم باسمكم جميعا أحر التهاني للسيدة خرفي على الثقة الغالية التي حظيت بها من قبل السيد رئيس الجمهورية، وإنني على يقين سوف تتمكن من التجاوب مع تطلعات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجعل من هذا المجلس أداة كرديفا فاعلا ومتفاعلا مع نشاط الحكومي وكافة مؤسسات الدولة. أدعو إلى خاصة إلى تعزيز وتوسيع إشراك ومساهمة كافة شرائح المجتمع المدني وكذلك أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج لتعزيز هذه المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية، الذي يولي حقيقة اهتماما كبيرا لهذا المجلس باعتباره إطارا للحوار والتشاور والتحليل والدراسات الاستباقية. كل تحياتي وتقديري وامتناني الخالص للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي وضع ثقته في شخصي لأتولى منصب رئاسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه المؤسسة العريقة، المؤسسة التي أتمنى أننا سنعمل وسنسعى بكل ما أوتينا من جهد وإخلاص بمعية الجميع وكل الفاعلين كي نرتقي بهذه المؤسسة حتى نمدها بعمل جاد وحتى خدمة للبلد وللمجتمع.